أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة؟ ولإخوة زوجي بنات، فهل يحرمن على أبنائي، علما أن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟ أما أخو زوجك الذي أرضعتيه إنه يكون ابنا لك ويكون أخا لأولادك كلهم الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك وأخا لأولادك ذكورهم وإناثهم من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عما لهن من الرضاعة. أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، يجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع وفروعه. الله تعالى أعلم.